وأنت إذا وجدت من ولاة الأمور شيئا مخالفا فادعوا الله لهم، لأن بصلاحهم صلاح الأمة. لكن تسمع بعض السفهاء إذا قلت الله يصلح ولاة الأمور، الله هديهم، قال لا الله لا يصلح. سبحان الله، أعوذ بالله، أرجالك إذا لم يصلحهم الله. خذ الله لهم بالهداية والصلاح، والله على كل شيء قدير. كم من إنسان من أبعد الناس عن الخير، فإذا أراد الله قلبه إلى الخير.